شاء الله من فضلك. هي 37 من هنا ولا من هنا؟ لا من هنا يا استاذ. طيب فندم اتفضل. نعم. واحد سكر زيادة من فضلك. حاضر. خليهم اثنين من فضلك. حاضر. العفو، أي خدمة. أصلا أنا ولعت أختي دي بالظبط، ما تولعش إلا بالكبريت. دي أول مرة بتعملها. ما هو ده عيبها، تبتدي مرة في الأول وبعدين تاخدها عادة. ما تتعبيش نفسك يا أبو نزيل. نبيلة. نبيلة؟ بتستغربي عشان عرفت اسمك؟ أصل لما شفت النون على الولاعة قمت قلت لنفسي هتكون إيه يا سمسم؟ نعمت؟ نعيمة؟ نازك؟ نايلة؟ نبيلة؟ نبيلة. رهنت نفسي جنيه لجنيه على نبيلة، ولا أنا غلطان؟ قهوة دايما. وصلنا مصر. في حاجة من بزين نبيلة، حاجة ضاعت منك. الفردة اليمين هي بتاعتك؟ حضرتك شفتها؟ ايوه، ماشي كده من شوية لوحدها. ما تعرفش راحت فين؟ اتفضل. ميرسي. لا مؤاخذة، انا سمحت لنفسي كده، لفها احسن بعدين تزهين وتزوغ تاني. على كل حال متشكرة. لبيسة يا فندم؟ لا خلاص ميرسي. الجرنان. طب الحمد لله على السلامة. ازيك يا زهرة، وحشتيني. انت اللي وحشتيني قوي. بقى تروحي اسكندرية وما تاخديش غطس واحد؟ وانا كان عندي وقت اتنفس، انا يا دوب خلصت الروبورتاج وطيران على القطر. ده الاستاذ عدلي زمانه مستني المقالة على نار. يعني هتتأخري الليلة في المجلة؟ مش عارفة، انا وبريد القلب. لو الجوابات اللي وصلتني اليومين دول كتير هضطر اتاخر شوي. هستناكي، مش هقفل المحل قبل ما تيجي. لا، مع السلامه. باي باي.
صباح الخير. صباح النور. الحمد لله على السلامة. صباح الخير يا عزيز. اهلا يا نوال. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ان شاء الله تكوني توفقتي في رحلتك. عملت ريبورتاج ما كنتش احلم بيه. ايه جاهز ولا لسه هتكتبيه؟ لا في الشنطة. بركة الاحسن. بريد الارض كتير. يا كل دي مشاكل. مال مستنية قد الغرام. ايوه يا استاذ عدلي. اولا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ثانيا عارفه المقاله معايا في الشنطه، هجيبها لك حالا. انا حاجز لك ثلاث صفحات زي ما اتفقنا والمطبعه بتستنى. الله لف جامد النهارده. ايه ده اللي جرى لها دي؟ يا نهار ابيض. هو ده اللي هبعته المطبعه؟ دي مش شنطتي. دي شنطه بتشبه لها. لازم يخلق من الشبه 40. لازم حصل غلط في القطع. طب والمطبعة؟ طب والعمل؟ اذا لقينا عنوانه هنعرف صاحب الشنطة وتتحل المشكلة. ادي مفكرة اهي. ضروري فيها الاسم والعنوان. ابدا ما فيش حاجة. طب دوري جواها. زوزو زيزي زازا علي عنايات بسيمة تفيدة زوزو. ايه ده؟ دي كلها كده من الالف للياء. دي مش مفكرة، دي مدرسة بنات. دوري كمان يمكن تلاقي حاجة تانية. ايه ده؟ هو 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 بعينه. هو مين اللي كان راكب معايا في القطر؟ هو نفسه. تعرفيه؟ ابدا. طب شوفي مكتوب ايه على الصور يمكن نلاقي العنوان. سمسم وميمي الى الابد، سمسم ودوحه الى الابد، سمسم وشارلوت الى الابد. كله الى الابد الى الابد. مفيش حاجه الى عنوان بيته الفلاتي ده. ابدا. الله، انت كنت راكبه القطر مع مين؟ مع دون جوان؟ لا، وشوف الخسيس رصاصهم رصت تقولش اتجوز. بس كل ده ما وصلناش لعنوانه. انا من رايي نتصل بامانات المحطه. حته انا رايي انك مدام عارفه اوصافه نبلغ البوليس. نبلغ البوليس؟ لا بوليس ولا حاجه يا فندم. الشنطه. هو انت الشنطه؟ استاذ عادل المقاله لقيناها، هبعتها المطبعه دلوقتي. عزيزه ودي زي المطبعه. احنا متشكرين قوي يا استاذ سمير احمد ابو طالب. تشرفنا قوي يا سمسم. سمسم هي اللي نزلت عرفني قبل كده؟ ايوه فندم اتشرفت وعرفتك من الصور. الصور اما صحيح حته غلطه. معلش حصل خير. احنا متشكرين قوي يا استاذ سمير. مع السلامه. لا مع السلامه ولا حاجه، انا لسه ما خدتش الشنطه. حاجتك اهي. هي دي حاجتي؟ دي فوضى عموميه دي. احنا متاسفين، كنا بندور على العنوان. وانا ايه اللي يضمن لي دلوقتي ان مفيش حاجه ناقصه؟ لا يا استاذ، كل حاجتك عندك. فاتوره اوتيل بوريفاج وبيجامه وقميصين وخمس كرافتات وعشر جرايد سبق وورق يا نصيب وورق رهان كمان وزهر طاوله وكم صوره من اللي الى الابد. دول مش دول حاجاتك اللي خايف عليهم؟ مش قوي. الحاجات دي انت عارفه الواحد بيتسلى. طب يا استاذ من فضلك بقى، انا عندي شغل. اتفضلي اتفضلي، ما تطريش نفسك عشاني. بس انا هرتب الحاجات في الشنطه زي ما كانت. كمان احب الترتيب قوي قوي. ما هو باين بالك لما فتحت الشنطه في البيت قد ايه اتكسفت من روحي. ازاي يفوتني اسم نوال في حرف النون؟ افتكر كل الاسامي ولا يجيش على بالي اسم نوال؟ انا طول عمري حظي كده. ده تفرق معايا بنط ينضرب شوط هب. لكن بقى تعرفي ان اسم نوال ده اسم حلو قوي قوي. زي نبيله كده؟ لا اجمل بكتير، ده اجمل اسم في حرف النون. فعلا انا لاحظت ان حرف النون مخسع معاك شويه. انا فاهم انت بتفتكر فيا ايه، لكن اؤكدك لما هتعرفيني كويس هتغيري رايك فيا. بقيه خليك متاكد اني عايز اعرفك كويس. مش حضرتك قاضي الغرام؟ وافرض خلاص، يبقى لازم تفهمي الناس وتدرسي مشاكلهم. اظن انت عندك مشاكل بقى بعدد الحروف الابجديه. لا ابدا، انا ما عنديش مشاكل بالمره، لاني فهمت الدنيا. فهمت الدنيا؟ اه. يا بختك. تعرف الدنيا دي ايه؟ الدنيا دي رمية زهر، شيش بيش تكسب دوياك تخسر. هي دي لذة الحياة. والعمل ده ملوش اي اعتبار عندك؟ العمل ده برضه رمية زهر. رمية تخليك قاضي الغرام، ورمية تخليك محامي الغرام، ورمية تحذفك في قفص الغرام، كله حسب الظروف. أنا شخصياً أفضل القفص حتى لو شربت قهوة سكر زيادة، مش كده؟ لا، دي كانت صدفة، أنا دايماً أشرب سكر زيادة. أصلي أحب الحلو أوي أوي. بس أوعى يضرك بقى. يضرني؟ أهو أنت مالكيش حق، ده الحلو موصوف لي. أنت فاكر نفسك عادل؟ من جهة الحدقة الشهادة لله أنا دايما أفهمها وهي طايرة. طب يا أستاذ لما بتفهمها وهي طايرة مش تسيبني أشتغل بقى تسمح؟ أسمح. مش دي التانية. بس أنت كمان ما تبقيش تتلخبطي في سنة الناس. حاضر. خصوصا الناس اللي عندهم نظر. حاضر. هشوف وشك بخير. اتفضل يا أستاذ الحريم بتوعك. مع السلامة. مع السلامة يا أستاذ. عزيزة
عزيزه. نعم. مالك بلمتي كده ليه؟ تعرفي ان سمسم ده لطيف قوي دلوقتي؟ لطيف ومن شويه كان نمرود. ناوليني الجوابات، خلينا نشوف مشاكل الناس. الناس دي جرالها ايه؟ تصوري لحد دلوقتي ما بعتش ولا ورده واحده. تعرفي ان في بلاد الراجل ما يخشش بيته من غير ورده في ايده؟ عقبالنا يا رب. غريبه الناس لو تفهم تاثير الورده على القلوب كان يرقي احساسهم وتقل مشاكلهم. واصبح انا مليونيره. استاذ كمال. اهلا وسهلا استاذ كمال. مساء الخير يا زهر. مساء النور. البوكيه جاهز. مساء الخير يا نوال. مساء الخير يا استاذ كمال. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. تعرفي اليومين اللي قضيتيهم في اسكندريه كان الجو هنا لا يطاق. الحمد لله اللي رجعت عشان تلطف الجو شويه. الورد ايه رايك يا استاذ كمال؟ مدهش، مفيش بعد كده. شاكر، وصل الورد ده لعربيه الاستاذ كمال. متشكر قوي. مع السلامه. مع السلامه يا استاذ كمال. الله يسلمك. نورتي مصر. ميرسي. مساء الخير. انت ايه مولوده في الثلاجه؟ اسمعي، عايزه تريحي قلبك حطيه جوه الثلاجه. طيب خليه بقى جوه الثلاجه عشان الاستاذ كمال يروح وما يرجعش تاني. طب ما يرجعش. يا سلام، بتقوليها كده بكل بساطه؟ ده انا في ايام محدش بيستفتحنا اللي هو، وكل ما يقدم لك الورده اياها بحط ايدي على قلبي. ليه بقى؟ لاني بخاف لا تقولي له هو كمان انت حدق قوي. لا ما تخافيش، ده راجل مؤدب، مش هقول له كده. الله، طب ولما انت عارفه انه راجل مؤدب بتصديه؟ ما تفلقينيش بقى، اقفلي الموضوع ده. مالي نقفل المحل احسن. يلا نقفل ونروح نتعشى احسن، جعانة موت. اه ده ممدوح عزمنا الليله على العشاء. عزمك انت بقى. لا هو عارف انك رجعتي وعزمنا احنا الاثنين. طب يا هلا نوال. هلا زهرة. هلا. هلو زهرة. باي باي زهرة. ادي اللي فالحين فيه. اعمل ايه في الكرة اللي واخدة عقله وهتفلسني؟ ازقزي يا حبيبتي ازقزي، انا مش فاهمة ذنبي ايه كل يوم لب وزداني. والله عندك حق، ده انت تستاهل فوز ده مش لب وزداني. خدي عندك الحدق تاني. الله، هما الهانم لوحدهم ولا ايه؟ تعرفوا انكم عملتوا طيب؟ الحته هناك مالقه في هوا والطقس الليله دي بارد شويه. اظن ما يبقاش ابرد من كده. ان كان عليا انا مستعد اجيب لكم دفايه. من فضلك لحد كده كفايه. حلو بالدل. صحيح التقل صنع. لكن نفسك حدق قوي حضرتك. لا حلوه دي. قمر وبيتكلم. انا احب النجوم. احب النجوم. خد عندك النجوم في عز الضهر. مالك يا نوال؟ خلاص مشي؟ ايوه راح في 60 دقيقة. ايه صايب عليكي؟ لا بس ما بقدرش اشوف المناظر. انا اسف لكن الصنف الجبان ده بيفور دمي. طب روق دمك بقى والبس هدومك لحسن هنموت من الجوع. سوري يا زهر لكن الليله دي مش هنقدر نتعشى سوا. ليه المانع؟ المدرب لقاني مش فورمه وعاوزني اتمرن 3 ساعات بحاله. انت عارفه الماتش الجاي هو ماتش الموسم ولازم نكسبه. تاني مرة ما تعزمناش على العشاء قبل ما تاخد رأي حضرة المدرب بتاعك. يا ستي هو بين الأصحاب في تكليف. اتفضل مين دهولك؟ ما انت سامع. باي باي. باي باي يا نوال. يا باي. سامع يا ستي؟ بين الاصحاب مفيش تكليف. ايه رايك؟ انا عايزه من هنا ورايح لازم يكون في تكليف. اصحاب على العين والراس، لكن لازم اشوف لي طريقه معاه. بتقوليها جد المره دي؟ طبعا جد. هو انا هفضل قاعده اتلب لحد امتى؟ اسمع، انت عايزه رايي في الموضوع ده؟ هات يا قاضي الغرام. ممدوح لازم يفهم انه ما يقدرش يستغنى عنك، يعني ما تدلقيش عليه بالشكل ده، تقلي شويه. ازاي؟ مفيش داعي تروحي له يوماتي يوماتي في النادي، خدي لك هاف تايم. هاف تايم؟ اه ريحي قلبك شويه. وعيش من غير حب؟ وماله، ما انا عايشه اهو. يا ده عيشه دي. مالها؟ مش ناقصني حاجه والحمد لله. ده بس بيتهيألك. ابدا، انا الجوابات اللي بتجيني كل يوم علمتني حاجه، الحب باب المشاكل والمشاكل باب الالم. الجوابات اللي بتجيلك دي هي اللي بتخوفك زياده عن اللزوم. يعني هو خلاص
مفيش في الدنيا ناس بتحب وعايشه في تبات ونبات. الكلام ده كان في ألف ليلة وليلة، أياميها كان في حب صحيح، لكن الحب دلوقتي أكبر مقلب والشطر اللي ما يقعش فيه. الشطر؟ لكن الخيبة اللي زي أنا تعمل إيه؟ الخيبة اللي زيك تحط إيدها على خدها وتسهر تفكر. تصبح على خير. طب نينا يا شطر. أحباب تجارة لي وكان حبها يسليني وقد إيه؟ يسليني، كتبها كده. وبعدين قول وقد عين والدها في بلد آخر وهم على وشك الرحيل، فماذا أفعل؟ نرد عليه نقول له إيه؟ قولي له زي الحب ما بيقتل الوقت، الوقت بيقتل الحب. ولا أقول لك اديهوني ده مش خصالة فيه نص عمود بستفى. البيت سهل قال البيت. سلام. ألو، مين يا فندم؟ سمير مين؟ سمسم أفندم، يلزم خدمة؟ خدمة مش هنساها لك طول العمر. أنا واقع في ورطة يعلم بيها المولى. طب وأنا مالي؟ وأنت مالك إزاي؟ أنت مش شغلتك تحل مشاكل الناس؟ أنا عندي مشكلة محتاجة لأنواري. ابعتها لي في جواب وأنا أرد عليها في بريد القلب. بريد القلب إيه وبتاع إيه؟ ده أنا على مكتب الجواب أحط عليه ورقة البوستة أكون رحت في 60 مصيبة بعيد عنك. طبعا مشكلة فظيعة وجات لي من تحت راسك أنت. من تحت راسي أنا وأنا مالي ومال مشاكلك؟ الشنطة. الشنطة بتاعتك جرت عليا مشاكل مالهاش أول ولا آخر. ها؟ لا دي حكايه عايزه شرح وتفاهم واقولك وتقوليلي. لا التليفون ما ينفعش، حد عارف مين سمعنا؟ تقابليني واشرحلي. اقابلك وتشرحلي، مفهوم مفهوم. انا ما عنديش مانع اقابلك، بس انا ما اقدرش اقابلك في حته عموميه. ومين عايز اماكن عموميه؟ ده انا اكره معايا الاماكن العموميه. اي حته والسلام، حته على انفراد احسن واحسن. ايه كوبري قصر النيل وهي دي الحته اللي على انفراد؟ هتفوتي تاخديني بالعربيه. امتى؟ دلوقتي؟ لا دلوقتي ما اقدرش، خليها الساعه واحدة بالظبط. واحدة الظهر طبعا. امال انت فاكر ايه؟ ولا حاجه، بس يعني الدنيا صيف والساعه واحدة دي يعني. لا 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 انا قلت حاجه. خلاص يا ستي هتلاقيني هناك في انتظارك. العفو، ده انا اللي اشكرك. ودي ده المطبعة وروح انت اتغدى. حاضر. نوال. ايوه. الساعة بقت واحدة ونص، انت نسيتي ميعادك ولا ايه؟ لا ما نسيتش. يعني مش ناوية تروحي له زي ما وعدتيه؟ لا طبعا. وفريد انه زي عنده مشكلة. لا طمني، ده عنده عقدة في دماغه ودلوقتي الشمس تسيح حاله. انا برضو سمسم. ايه اللقطه دي؟ انت نسيتي ولا ايه؟ عندك شغل؟ هو ميعادنا لعب. انا عايز افهم انت جايه ولا مش جايه؟ طبعا جايه. لا مش هتاخر. عامل حسابك نتغدى سوا لما نتقابل نبقى نفكر. ايوه في وسط الكوبري تمام زي ما اتفقنا. لا هفوت عليك. مش ممكن استناك في حته تانيه؟ حته تكون ظل شويه، اصل الشمس حاميه قوي النهارده ومفيش امل سحابه واحده تعدي. ايه رايك لو استناكي جنب اي سبع من الصباع اللي هناك؟ لا مش ممكن، المرور صعب قوي هناك وما اقدرش اركن العربيه. ايوه في وسط الكوبري تمام زي ما اتفقنا. لا مش هتاخر. مساء الخير يا محمود. مساء الخير يا فندم، مع السلامة يا أستاذ عبدي. يلزم خدمة يا ست نوال. إيه مروح يا محمود؟ بعد إذنك.
طيب اتفضل انت، انا هطفي النور واقفل الباب. مساء الخير. مع السلامة. مدمازيل نوال. استاذ عدلي انت لسه ما نزلتش ولا ايه؟ انزل ازاي وانت لسه في المكتب؟ افندم فهميني قبل، انت ازاي تخاطر بسمعه المجله وما تروحيش تقابلي اصحاب المشاكل؟ في واحد اسمه سمسم جالي بنفسه لحد هنا يشتكي. لا 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 لا، انا ما اقبلش اعذار، ده منظره يقطع القلب ويكسب بريد القلب. على العموم انا حبعتهولك عشان تشوف حكايته ايه. ده شاب ظريف وانسان بمعنى الكلمه، وامره يهمني قوي قوي، مفهوم؟ يعني مستمع صوتك. مين؟ برا. بس حلمك عليا شويه، شايفه؟ عشان تاني مره تبقي تصدقيني، ادي اللي نبني من غلطتك. كل بتوع الصور عرفوا حكايه الشنطه، زيزه اتفهمت معاها بالكلام، لكن زازه اجارك الله دايما عصبيه ولابسه كعب عالي. عاجبك كده؟ هي دي المشكله اللي عايز تقابلني عشانها. طبعا احلها لك يا استاذ. يا خبر، ده انت طلعت حدقه زياده عن اللزوم قوي. تسمح بقى من غير ما ترد؟ يعني بتكسفيني قدام مكتب سكرتير التحرير؟ اذا كنت صحيح مكسوف اتفضل انزل وروح. بتقوليها جد؟ طبعا جد. يعني ما يهمكيش ان بريد قلبي يخسر قارئ مستديم زيي؟ لا خلاص، انت بتكسفيني لكن انا ما خلصنيش اكسفك. سعيده. أبلة نوال، أبلة نوال، ما تستغربيش، ده أنا عندي كلمتين لازم أقولهم لك بأي تمن. بس المرة دي مش هكلمك بصفتي سمير أحمد أبو طالب الشهير بسمسم، لأ هكلمك بصفتي ضحية من ضحايا الحب في عصر القنبلة الذرية. ما تقطعنيش من فضلك، أنا مش هقولك الكلمة اللي قالها روميو وجولييت ولا قيس لليلى. قديمة، كبرنا خلاص وبقينا في القرن العشرين، وضحية القرن العشرين بيقولك بكل صراحة انت كدابة. حلوة وكدابة، احلى كدابة. حلو وكدابة ليه صدقتك؟ حلو وكدابة ليه صدقتك؟ الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا اللي طوعتك. كذاب كذاب حلو وكذاب ليه ليه صدقتك؟ تكذب عليا من اول معاد، ده حرام القاسية. ليه تكذب عليا من اول معاد، ده حرام القاسية. لو تطلب عينيا امشي لك بلاد واجيبهم هدية. لو تطلب عيني امشي لك بلاد واجيبهم هدية. وفيها ايه لو جيتني تسلم بس وتفوتني؟ حلو كذاب ليه صدقتك؟ حلو كذاب ليه صدقتك؟ الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا اللي طوعتك. كذاب كذاب حلو كذاب ليه ليه صدقتك؟ طولت انتظاري بين وهمي وناري وحياتي.
حيرة عيني طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني وايه اللي جرى لو توعدني مرة وتعطف علي وايه اللي جرى لو توعدني مرة وتعطف علي وفيها ايه لو جيتني تسلم بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب حلو كذاب ليه ليه صدقتك اتفضل يا مدمزيل ايه ده مين اللي بعت الاستاذ مين ده تعرفيه ده سمسم سمسم اللي ايوه بيشاورلي اعملي نفسك مش واخده بالك طب والكازوزه دي هنعمل فيها ايه نشربها ولا لا اوعي وايه المانع هنحمود من العطش ما تبقيش عبيطه دي خطه لو شربنا الكازوزه معناها انه مفيش تكليف وبدل مفيش تكليف يعني بقينا اصحاب وبدل بقينا اصحاب يعني بقينا احباب وبدل بقينا احباب يبقى مفيش مانع ابدا ناخد لنا صوره الى الابد يا الكازوزه تعمل كل ده ده انا كنت فاكراها بتهضم بس انا سمحت لنفسي اقدم لكم كازوزه اصلا انا احب الكازوزه قوي قوي قبل انا قلت اسمح لا ده محجوز خلاص انا هقعد جنب قبل صاحبتك ولا في مانع لا ابدا اتفضل تعرفي قبل اننا يظهر نبقى اصحاب قوي ضروري ولا ايه انا عاوز اعرف هو صاحب مين فيكم ما قلنا لك صاحب نوال صاحب نوال عشان كده قاعد جنبك وطلب لك جازوزه وما بطلش ضحك معاك اعمل ايه اذا كان دمه خفيف دمه خفيف على المشنقه والنبي يا ممدوح سيبنا من السيره دي خلينا في الكوره انت كنت النهارده مدهش جبت كام جول لكن يهوسوا ويبقى اسمه ايه السمك ده اسمه سمسم سمسم يعني ما شفتوش معاكي قبل كده يا ست نوال اصله مش من هنا امال منين اظن من اسكندريه تظني انت تعرفيه ولا ما تعرفيهوش ما تقولي له الحقيقه بقى يا زهره اقول له الحقيقه لا يا نوال قولي له انت انا مش هتكلم الله جرايه يا جماعه انتوا بتخبوا عليا حاجه لا احنا بنضحك معاك الحقيقه هو صاحبي وانا طلبت منه الكازوزه اصلي بحب الكازوزه قوي قوي باي باي مع السلامه هشوفك بكره والله ما اعرفش يمكن اكلمك في التليفون طيب تصبح على خير وانت من الاهل نوال انت دخنتيها شوي احسن خلي الفار يلعب في عبده طب وفريد اني زعل بحقه وحقيقي ولا سالش فيا متخافيش يا عبيطه ده لما يحس انك حطيره من ايديه يقوم يفهم انه ما يقدرش يستغنى عنك ده لعيب باسكت تحاوريه شويه باصي على المأذون سبحان الله واحده عايزه توصل للمأذون وواحده بتهرب من المأذون عايزه تقولي ايه لا ابدا مش قصدي انما سمير ده باين عليه طيب قوي ومش من الشبان اياها يعني الصنف ده كله كده يتنحلس وتمسكن لغايه ما قايل نمره في الدفتر طب اسمعي هو عارف انك جايه الماتش النهارده ابدا تلاقيها جت صدفه قبل نوال اما حته صدفه انت دايما تفطري هنا اديك شايف صحيح ذوقك ما يلاش ابدا ده المحل ده احسن محل يعمل كروسات في مصر تسمحي لي افطر معاكي انا فطرت خلاص افطر انت لوحدك سعيد سعيد مبارك
عليك. عايزة فيليه مشوي. هعمل. قبل نوال يا محاسن الصدف، ايه الفرصة السعيدة دي؟ احنا بقالنا كتير قوي ما شفناش بعض. ازيك؟ الحمد لله. صدق اللي قال رب صدفة خير من الف معاد. تصوري انا كمان طالب فيليه مشوي. عارفة اصلك بتحب الفيليه قوي قوي. لو تسمحي ناكل عيش وملح سوا. لا يعني خلصك ارجع المسافة دي كلها. اذا ما كانش عندك مانع. امرك يا قبل نوال. قبل نوال صباح الخير. اظن هتقول المره دي كمان صدفه. اعمل ايه، حد يكره ان يكون حظه في السماء؟ دي صحيح صدفه غريبه ما حصلتليش قبل كده، لكن تقدري تقولي لي ايه في الدنيا مش صدفه؟ احنا جينا صدفه واتقابلنا صدفه، وكل شيء جميل في الدنيا صدفه. أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، قال لي جمالك أجمل صدفة، قال لي جمالك أجمل صدفة، كان يوم حبك صدفة. قابلتك ولا على بالي، شفت ساعتها جمال الدنيا، صدفة لقيتني اتغير حالي واتبدلت لوحدي في ثانية، صدفة قابلتك ولا على بالي، شفت ساعتها جمال الدنيا، صدفة لقيتني اتغير حالي واتبدلت الوحدة في ثانية، خدني جمال الروح والخفة، خدني جمال الروح والخفة، كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، ياللي جمالك أجمل صدفة، اللي جمالك أجمل صدفة، كان يوم حبك صدفة. اوعى تفكر يوم تخاصمني أو تهجرني ولو بالصدفة، وإن صدفة يوم يبقى صالحني ما تفوتنيش أستنى الصدفة، اوعى تفكر يوم تخاصمني أو تهجرني ولو بالصدفة، وإن صدفة يوم يبقى صالحني ما تفوتنيش أستنى صدفة، وارحمني من الشوق واللهفة، ارحمني من الشوق واللهفة، كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، قال لي جمالك أجمل صدفة، قال لي جمالك أجمل صدفة، كان يوم حبك صدفة.
خطة مش تبقى حوسة؟ لا لا ما تخافيش أبدا. ألو ممدوح؟ إيه الحكاية يا زهرة؟ بقالي كام يوم ما شفتكيش. طبعا انشغلت عليكي، خفت لا تكوني تعبانة لا سمح الله. لا أبدا مش تعبانة ولا حاجة، صحتي بومب والحمد لله. أنا قلت واجب عليا برضه أطمن. لا فيك الخير. يعني هشوفك الليلة دي؟ اه مفيش مانع نشوف بعض قصدي يعني مفيش مانع الا اذا الا اذا كانت نوال رايحه السينما. مفيهاش حاجه لو نرجع التذاكر، يعني هي اول مره. اه نرجع التذاكر، قصدي يعني نرجع التذاكر الا اذا ايه؟ ما تقوليها بصراحه. الا اذا كان سمسم هو اللي قطعهم مش كده؟ لا يا سمسم، قصدي اقول لا يا ممدوح. حضرتك ما بقيتيش عارفاني اذا كنت ممدوح ولا سمسم. الو الو ممدوح، مبسوطه؟ اهو قفل الست. ولا يهمك، النهارده قفلها بكره هيجي يقول لك شباكي لبيك. عبدك وملك ايديكي. انت برضو فيها ايه؟ فايت من هنا طالع في مخ اشتري بوكيه ورد، في حاجه؟ زهره واحد عايز بوكيه ورد. سمسم صحيح عايز بوكيه ورد؟ بوكيه مخصوص تنقيهولي ورده ورده. واحد قدمه لمين؟ لواحدة بحبها قوي قوي ومش سائلة فيا. ومادام مش سائلة فيك لزوم ايه البوكيه؟ البوكيه هيتكلم بالنيابة عني، هيقول لها ان صحيح كنت في وقت من الاوقات فاكر ان الورد كله زي بعضه، لكن دلوقتي عرفت ان وردة عن وردة تفرق. ياه، وتلاقي فين البوكيه اللي يقول لك الكلام ده؟ انت عايز لك محامي مش بوكيه. الوردة احسن محامي، انت ما تعرفيش ان الازهار لها لغة مخصوصة وتعبير مخصوص. والله يا ترى بتحبيني افندم؟ دي لغه الياسمين، البنفس الجرود يقول اعرف من غير ما اقول لك. هي فعلا لغه جميله، لكن مين اللي يفهمها؟ الحدق هو اللي يفهمها بسرعه. التمر حنا مثلا يقول لك سر الليل احكيه بالنهار، والفل افتكرني، والورده الحمراء كده عرفت سري، والورده البيضة مفيش حد قبلك ولا فيش حد بعدك. مفيش ورده كده بتقول الى الابد الى الابد. حاجة من اتنين، يا زهرة الليمون يا زهرة المشمش. أنا شخصيا أفضل زهرة الليمون، لكن أنا بفضل زهرة المشمش. يا سلام، أما طلع حتة بوكي مدهش. عندك حق فعلا، عز الطلب. أستاذ كمال إيه بتوصية بيا قوي الليلة دي؟ يا سلام يا أستاذ كمال، إحنا عندنا كم واحد زي حضرتك. أشكرك. مساء الخير يا نوال. مساء الخير يا كمال. أهلا اهلا اهلا يا كمال، ازاي صحتك؟ الحمد لله، انا حظي الليله دي سعيد قوي، بقالي كام يوم ما شفتكيش. اظن زهره كانت بتبلغك سلام. ايوه انا كنت مبسوطه قوي بتسال عليا. العفو، انا هتجرأ واقدم لك البوكيه ده لاني مش هلاقي اجمل منك اقدمه له، ويمكن تفهمي منه اللي ما جرأتش لحد دلوقتي اني اقوله لك. تسمحي تقبليه مني؟ طبعا ما اقدرش ارفضه وانت بتقدمه بالطريقه اللطيفه دي. انا متشكر قوي. مساء الخير. مع السلامه. أنا متأسفة قوي يا سمسم. أنت ذاتي فرطت في البوكيه بتاعي. ما هو أصل بيني وبين بعض مفيش تكليف، إنما الأستاذ كمال ده بحاجة تانية. لا أبدا مش قصدي. على العموم ما تزعلش، أنا هعمل لك بوكيه حالا. اللي عنده عربية زيه البوكيه بتاعه ما يترفضش طبعا. أنت بصيت للعربية لكن أنا بصيت للأخلاق يا أستاذ. يعني لو كنت قدمتهولك ما كنتيش هتقبليه مني؟ الحدق يفا فعلا. على العموم انا ما كانش قصدي اضايقك، كان في حاجه في قلبي حاولت اعبر عنها، لكن مع الاسف طلعت دويك. اوعدك يا نوال اني مش هعترض طريقك بعد النهارده ابدا. تعبيش نفسك، مش هو. هو مين؟ انا عارفه بقى اللي كسفتيه، اللي قلتي له الحدق يفه اهو فاهم وموريناش وشه. تاكلي ايه؟ دوري على لونكس ياكل. يعني ايه هنعيش كده من غير اكل؟ ودي عيشه دي
انت مش هتبطلي النغمه دي؟ مالنا، ما احنا عايشين اهو زينا زي غيرنا. ده احنا عايشين احسن من غيرنا. يا سلام، ما بقاش ورانا مشاكل بالمر، لا بنقسقس لب ولا بنشرب كازوزه. نايمة ولا صاحي؟ نايم. شاطرة، افتكرتك صاحي. نوال، اذا كان مش جايلك نوم ما تقبيش خيبة زي، واكتبي القاضي الغرام وهو يحللك مشكلتك. ما تتريقيش عليا وحياة ابوكي. اعمل ايه يا نوال، ما هو من غلبي. انا اصل شربت قهوة كتير النهاردة عشان كده مش عارفة انام. ما هو باين. اسمعي يا زهر، متهيألي من بكرة أخد أجازة وأسافر كده في أي حتة تهوى. أحسن حاجة تعمليها؟ متهيألي روح اسكندرية، خصوصا لو نزلت في أوتيل بريفاج. اشمعنى يعني أوتيل بريفاج؟ أصله هادي قوي قوي ويريح الأعصاب قوي قوي. تعرفي لو أنا منك كنت بتهز فرصة وأروح أتفرج على السبا. سبا؟ معقولة أروح سبا؟ جربي حظك مرة، مين عارف، مش يمكن صدفة تكسبي. تحياتي واملي ان اراك في اقرب فرصه. وعرفت من زهره انك نازله هنا في البوريفاج. يا ترى ما قالتش ان كانت جايه تقضي يومين هنا ولا لا؟ لا ما قالتش. من حق دي مصيانه على حاجه اقولها لك. ايه هي؟ استنى ما افتكر، اصلها عامله زي الفزوره. بتقول لك ايسيلك مره وسيب الباب مردود شويه، دي نار المشاكل ولا جنه الراحه. نار المشاكل ولا جنه الراحه؟ الحرف الواحد، بس قصدها ايه ما اعرفش. قصدها اذا كان ده سر انا مش طالب اعرفه ابدا. قصدها يا سيدي ابطل اعيش في دنيا لوحدي. العيشه في نظرها ما تسويش حاجه من غير اصحاب. يا ترى اقدر اطمع في اني اكون من اصحابك يا نوال؟ احنا من زمان اصحاب. طب تعرفي قد ايه الكلمه دي بتسعدني. ايه يا نوال، في حاجة؟ مش بقدر أشوف المنظر ده. تحب نوم في حتة تانية؟
قادرة أقوم، رجلي منملة، مفيش حاجة تطمن. دي أول مرة تحصل لك؟ لا أنا دايما كده، دلوقتي تفوت. غريبة، ما حاولتيش تراضي نفسك على دكتور؟ الحكاية ما تستاهلش. أنا رأيي غير كده، ولو حتى من باب الاحتياط. علي جالك كم مرة قبل كده؟ والله ما أقدرش أقول لك يا دكتور. يعني ما كانش بيجي بانتظام؟ لا، بس لما كنت أشوف منظر يألمني. وانت صغيرة كنت بتحبي تجري وتنطي مع البنات اللي في سنك؟ لا، كنت دايما لوحدي. ليه؟ معرفش. طيب دلوقتي بتفضلي العزلة ولا الاختلاط بالناس؟ لا، العزلة دايما. لما بتبذلي مجهود في عملك بتحس انك تعبانة؟ لا، عمري ما حسيت تعبانة وانا بشتغل. لا خدي بالك، في فرق بين التعب وبين الاحساس بالتعب. في ناس كتير بتتعب وما تحسش انها تعبانة، وفي غيرهم بيتعبوا وما يحبوش يعترفوا. ليه، هي حالتي خطيرة؟ والله بتبقى خطيرة لو اهملتيها. انا هكتب لك على العلاج ده دلوقتي، بس نصيحتي ليكي انك ترتاحي على قد ما تقدري. انا فهمت انك في اجازة هنا. ايوه. لو تقدري تمدي الاجازة دي ولو شهر كمان، وتبقي تيجي تزوريني مرة او اتنين عشان زيادة الاطمئنان. حاضر يا دكتور، انا حاجة عشان اطمنك انت بس. وهو كذلك، مع الشكر. ميرسي قوي يا استاذ كمان، انا مش عارفه اشكرك ازاي. العفو، بعد اذنك، من وقت للتاني حبفوت اطمن عليك. ميرسي، تصبح على خير. وانت من اهل. نازله هنا؟ تصور وبرضه الاقيك في وش. حلمك عليا، المره دي انا بريء والله، ما كانش عندي اي فكره قبل ما سمعتك بتكحي. اصلي شرقت. لازم حد بيحبك جايب سيرتك. ما تحاولش تغير الموضوع، احنا دلوقتي في الصدفه دي. اما صحيح حته صدفه زي صدف زمان مش كده؟ ابدا والله، المره دي صدفه بحق وحقيقي. احلف لك بايه؟ اخليك تصدقيني ازاي؟ انزلي اساليهم في الاداره يقولوا لك ان انا بنزل هنا دايما. يعني اقايس المره دي واصدقك؟ لا تقايس ولا حاجة، أنا مستعد أسيب الأوتيل عشان ما أحسش إنك متضايقة. لا 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 لا، أنا مش متضايقة للدرجة دي، بس مش عايزك تضحك علي. أنا عمري ما ضحكت عليك يا نوال. وصدف زمان ما كانتش كلها كدب في كدب. صدف زمان دي يمكن الحاجة الوحيدة في حياتي اللي ما فيهاش كدب، والدليل على كده إني شفتك في السبق وما حاولتش أكلمك. شفتني في السبق وما حاولتش تكلمني ليه؟ خفت أضايقك. على فكرة انت كنت في السبق بتعملي ايه؟ كنت هناك، كنت بدور على موضوع. وانتهيت منه خلاص؟ لسه بدري، ده موضوع صعب، والظهر هقعد له يومين في اسكندرية. يعني هنشوف بعض كل يوم؟ ما احنا هنا جيران. ايه رأيك نبتدي نشوف بعض من الليلة دي؟ طب ما احنا سوا. لا قصدي نروح حتة نحس فيها اننا في اسكندرية. نروح فين؟ فسحة كده على قد الحال. حاكم بيني وبينك النهاردة اكسبريس جنح عند الملف، خلص على القرشين اللي في جيبي، مفضلش غير شوية فكة. على ما اسم انت دايما كده على فيض الكريم. اتفرج عليا لما تدوب لتوت يعلق، ساعتها يبقى صحيح الجيب مليان والعيشة نغنغة. وافرض معلقش. ونفرض ليه، ما احنا فيها سميت ودق. هتفضل عايش كده على السميت والدق كلها كام يوم؟ السلم راد العمارة. عمارة؟ عمارة صغيرة كم دور على قدي، أمان من الفقر. هو في فقر بعد كده؟ في ألذ من كده، يوم كباب ويوم سمين، يوم في البوريفاش ويوم على الرصيف. هي دي لذة الفقر ولا مش من رأيك؟
أنا ما بتكلمش على قلة الفلوس، الفقير في نظري هو الإنسان اللي ملوش هدف في الدنيا، اللي حياته ملهاش أي معنى. إن جيت الحقيقة أنا من الناحية دي ملك الإفلاس. مبسوط على كده؟ مش قوي. طب ليه ما تحاولش تثبت وجودك، تشتغل، تعمل أي حاجة؟ أعمل إيه؟ حاولت، ما لقيتش الشغل اللي تدخل مزاجي. في مثل بيقولك حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. هو عندك اقتراح؟ انت مزاجك مزاج فنانين وصوتك مش بطال، ليه ما تحاولش تستغل؟ حاول ورجعت، قلت ايه الفايدة؟ ازاي ايه الفايدة؟ مادام تقدر تسعد الناس ليه تشقي روحك؟ انت مش بتقول ان كل شيء في الدنيا رمية زهر؟ ليه ما تحاولش تجرب حظك في الناحية دي؟ قط والفاري في البلد يا عنتر، قط والفاري شوف البلد. جبت معادك، يلا نشوف بختك. ورينا يا عم. سمتك قدامك لا تتردد. مش قلت لك؟ طب وانت؟ نفس الكلام. احنا يظهر بختنا واحد. هل صحيح يا زهرة ان الحب اسمه نصيب؟ من يدري، يكفي ان تعرفي ان السعادة بالنسبة لي لم تعد حلما كما كنت اتصور، بل حقيقة أعيش فيها كل يوم، بل كل لحظة أقضيها بجوار سمير. فهل يكون ذلك هو الحب؟ هو باين. أمال هيكون إيه يعني؟ إيه الحكاية بالظبط؟ ممدوح؟ أنت بتكلمي نفسك ولا إيه؟ أعمل إيه من قلة التسالي؟ وبتتسلي بإيه؟ بجواب حب مش كده؟ أيوة جواب حب. سمير؟ مش هو ده سمسم؟ ايوه هو ده سمسم بتاع إلا إذا؟ ايوه بتاع إلا إذا. ونوال اللي؟ ايوه نوال اللي. انا اسف يا زهر. هو على ايه بسيطة؟ وانت ازيك؟ انا الحمد لله. وازيك انت؟ احسن من قبل بكتير. تتصور ان انا خسيت 3 كيلو؟ برافو برافو، مبروك، الف مبروك. كان حاجة تتفرجي عليا امبارح في الماتش، عملت 15 جون وان هاند. كده مبروك، الف مبروك. وعندك تمرين الليله؟ لا الليله قطعت تذكرتين سينما. حد رايح معك؟ مفيش غيرك. عندك مانع؟ لا طبعا. استنيني على باب سينما كايرو الساعه 9. على فكره لما تكتبي النوال سلمي لي عليها وعلى سنس. زعلانة مني؟ أنا زعلانة أكتر من نفسي. ليه؟ عشان ابتديت أجاريك في الشيء اللي ما كنتش موافقك عليه. عمرك ما هتغيري رأيك فيا. مش ملاحظة أنا من يوم ما عرفتك بقيت إنسان تاني. طب ليه حاولت تعكر الصداقة الحلوة اللي بينا؟ عشان بحبك أنا وال، وما بقتش أقدر أتصور الحياة من غيرك. الكلمة دي قلتها لكم واحدة قبل؟ عمري ما قلتها لحد قبلك ولا هقولها لحد بعدك. إن كان عليا أنا مستعد أقدم لك حياتي دليل على كلامي، بس حياتي أدفى من إن أقدمها لك. عشتها لحد النهاردة من غير غرض ولا غاية، ولما صادفت الحب، الحب الحقيقي، ندمت على الأيام اللي راحت مني هدر. نفسي أصدقك
يعني خلاص مش زعلانه مني؟ حاضر حاضر نوال هانم. أيوة. لحظه واحده، استاذ كمال سأل عليكي بالتليفون وطالب من حضرتك تكلميه في النمره دي لامر مهم. عن اذنك يا سمير. ايوه يا فندم. حاضر نشوف. حاضر كمال. ازاي الصحة؟ انا نوال. اولا ازايك؟ الحمد لله. ايوه عاوزك. بعد اذنك انا عازمك الليله دي. لا 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 لا، مش هقبل منك اي عذر. انا حاجز مطرحين في الرومانس وعامل حسابي هنسهر سوا الليله دي. صدق يا نوال، بعد ما تمت دروسي ورجعت من اوروبا ان دي يمكن اول اجازه اديتها لروحي. انت كده مشغول؟ ما كانش بايدي. بعد ما رجعت من اوروبا وجدت المصنع اللي تركه والدي غرقان في الديون، وكان عليا اني اختار بين وظيفه سهله بمرتب مغري وبين اني انقذ المصنع من الخراب وما اخليش العمال يشردوا بعد السنين الطويله دي. فاخترت الطريق الصعب وقليت على نفسي اني ابني المصنع من جديد بالكفاح والعرق والدموع باي ثمن. ما تقدريش تصوري الايام العصيبه اللي مرت عليا. الايام دي تتنسي حالا لما الواحد بيوصل للنجاح. صحيح، بس ده ما يمنعش ان الانسان بيبص للحاجات اللي قدر يحققها ويسال نفسه لمين ده كله. في ناس بتعتبر النجاح هدف بحد ذاته، انما انا طول عمري بعتبره مجرد وسيله، وسيله لاسعاد اللي حواليا واسعاد نفسي ان امكن. انا بقالي ساعه بتكلم عن نفسي وعمري ما قلت لحد الكلام اللي قلته لك. مش عارف ازاي اتجرأت فتحت لك قلبي. عشان حاسس اننا اصحاب. ويمكن علشان اتمنى اننا نكون اكتر من اصحاب. نوال، مش عارف ابتدي منين، انما لازم اقول لك انا من يوم ما عرفتك وانا حاسس ان نجاحي بقى له معنى وان حياتي بقى لها هدف، وده اللي مشجعني ان اطلب منك انك تكوني شريكتي في الحياه. مرضتيش عليا، خايفة ما اقدرش اساعدك؟ بالعكس، دي الكلمة دي لوحدها تساعدني. دي اي واحدة تتمنى واحد زيك يقول لها كلمة زي دي. بس مش المهم ان انت تقدر تساعدني، المهم ان انا كمان اقدر اساعدك، ودي الحاجة اللي ما اقدرش اوعدك بيها. واحد تاني؟ إنسان مش لاقيه له أي سبب، أي ميزة، ومش فاهمة إزاي حبيته، ومش قادرة أعرف إيه آخرة حبي معاه. الحب يا نوال ملوش أول ولا آخر، الحب حب وبس. يمكن حبيتيه علشان حاسة إنه محتاج لك أو محتاج لحبك. يمكن، بس ده ما يمنعش إنك أنبل إنسان في الدنيا. بتكلمني عن أبي أنا في الوقت اللي ما تفتكريش يا نوال اني انسان مثالي. انا انسان عملي. الحياه علمتني ان كل ما اخسر معركه اكسب صديق. وفوق كده انا اعرف كويس ان جواز من غير حب يكون اخرته في الغالب حب من غير جواز. من زمان اصحاب وهنفضل اصحاب على طول. نوال، أتمنى لك كل سعادة. ميرسي يا كمال، تصبح على خير. وأنت من أهلي.
سمير، ايه اللي مقعدك لوحدك لدلوقت؟ كنت مستنيك. ليه؟ انا مسافر بكره راجع مصر. مصر كده على طول؟ ايوه، محاولة كنت ابتديت فيها وزي عوايدي ما كملتهاش، بس المرة دي عايز اعرف ان كنت صحيح اساوي حاجة ولا لا. هتقعد كتير في مصر؟ مش عارف، كل اللي اعرفه اني مش هرجع وقابلك الا لو اصبحت جدير بيكي. سمير ما تقدرش تتصور قد ايه مبسوطة دلوقت. لكن انا خايف، خايف بعد ما لقيتك ترجع تضيع مني. ايه اللي مخوفك؟ مش من حق اسألك، لكن اقدر اعرف كمان بالنسبة لك يبقى ايه؟ مجرد صديق، مش اكتر من كده. لا، وانا انت عفريت اكلت مع سميت ودق، مش اكتر من كده. لو اقول لك تبقى ايه فايدة الحداقة؟ في حاجة عايز اعرفها من غير حداقة، لو قدرت اشق طريقي في الحياة همشي فيه لوحدي ولا هلاقيكي جنبي؟ شوف انت قلبك بيقول لك ايه. يعني سافر وانا مطمن؟ سافر وانت مطمن، مهما بعدنا عن بعض مسيرنا نرجع نتقابل صدفة. لو تعرفي قد ايه هتوحشيني يا نوال. قوي 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 قوي. هتقعد كتير في مصر يا استاذ سمير؟ والله المره دي انا وظروفي. في اي وقت ترجع بالسلامه هتلاقي الاوضه تحت امرك. بكر قوي. مع السلامه يا استاذ سمير. شكري، مع السلامه. سيدي جابر من فضلك. ادخل. جبت التذكره؟ ايوه يا فندم، حاجزها من امبارح زي ما وصيتيني. اوعى تكون غلطت. مش ممكن، ده انا حاجز المطرحين قصاد بعض. اتفضلي. خليهم يعملوا لي الحساب وهات لي تاكسي. حاضر يا فندم. محطة سيدي جابر بسرعة من فضلك. حاضر. مع السلامة يا سيدي. مساعدة هانم؟ ساعدني ارجع التاكسي من فضلك. تحبي اوصلك فين يا هانم؟ مستشفى الدكتور شوقي بالرمل من فضلك. حاضر. جرسون، قهوة سكر زيادة من فضلك. ايه يا دكتور؟ انا كان بودي اني اطمنك، لكن من واجبي اني ما اخبيش عليك، انت مش هتقدري تخرجي من المستشفى دلوقتي. المهم بعدين هقدر امشي، مش كده؟ ان شاء الله. على العموم احنا هنبتدي العلاج دلوقتي حالا. فضلك دكتور شوقي فين؟ فضلك. شكرا.
اتفضل. ايوه يا دكتور. مع الاسف اللي قلت لك في التليفون كان في محله، دي حاله شلل واضحه. دكتور ايه يا دكتور؟ ارجوك تعمل المستحيل، اذا كان على المصاريف ما يهمش. والله اللي في ايدينا هنعمله، لو انت امل معدوم في انها تقدر تمشي تاني. جاهزين يا جماعه؟ ان شاء الله. طب خليكم معايا، اصلا ما عندكوش فكره قد ايه البروفه دي مهمه بالنسبه لي، يعني مستقبلي متوقف على الله وعليكم. على الله ان شاء الله. اتفضلوا. نوال ابو المطمنين، سمير عرف حاجه؟ لا الحمد لله. شفتي؟ ايوه، امبارح جاني مخصوص المحل علشان يقول لي ان البروفه نجحت. الدنيا ما كانتش زي عام الفرح. يا سلام يا نوال، لو تعرفي قد ايه بيحبك. عارفه. ومش مصدق امتى يرجع اسكندريه عشان يشوفك. شوفني، شوفني وانا كده. نوال ازاي يشوفني كده؟ ازاي استحمل؟ ازاي استحمل اشوف حبه بيتحول لشفقه؟ وهتعملي ايه؟ هتفضلي مخبيه الحكايه دي على طول؟ دي الخدمه اللي تقدري تساعديني فيها. بعد كده مع الوقت هينساني. اتفضل. وصل امتى التلغراف ده؟ النهارده الصبح بدري. مفيش مراسلات تانيه باسم نوال هانم؟ ده كل اللي موجود. طيب من فضلك، إذا جد شيء تاني تبقوا تكلموني في النمرة اللي سايبها لكم. بكل ممكن. متشكر. مع السلامة. الحمد لله على السلامة يا زهر. الله يسلمك. صباح الخير يا نوال. صباح الخير يا كمال. أهل. في تلغراف علشانك. كتر خيرك. ده لازم من سمير. أخبار عظيمة. أول أغنية تذاع مساء الغد من حديقة الأندلس. أغنيها لك حتى نلتقي بعد غد. مش لازم يجي، مش لازم يجي يا زهرة. بأي تمن، بأي طريقة لازم تمنعي من إنه يجي اسكندرية. داري جمالك
الباب واطفي قلبك وابعد خيالك عني لحبك تشغلني وتنساني وتطول حرماني تشغلني وتنساني وتطول حرماني بيني وبينك ايه شغلت بالي لك بيني وبينك ايه شغلت بالي لك ليه ليه شغلت بالي لك بيني وبينك ايه مبروك يا سمير الف مبروك كنت هايل قوي بس لو كانت نوال معانا كانت فرحتنا تكمل استاذ سمير افندم انت مطرب بحق وحقيقي انت كنت فين يا استاذ في اسكندريه يا فندم لا احنا عاوزينك لابعد من كده رحله في لبنان ايه رايك لبنان وبالشروط اللي تعجبك انا اسف ما اقدرش اسافر في الوقت الحاضر ليه يا استاذ عندي هنا حاجات اهم فرصه تانية ان شاء الله دي فرصه مش هتتعوض على العموم فكر كويس قدامك اسبوع بحاله مين عارف يمكن تغير رأيك وادي الكارت ما ظنش عملت ايه يا سمير عرض زي ده ليه ترفضه ليه ارفضه اكنك مش عارفة نوال مستنياني في اسكندرية والمرة دي مش هنرجع الا والدبل في ايدينا غريب غريبة في ايه اللي عرفه ان نوال لبست الدبل خلاص نوال لبست الدبل خلاص ايه العبطات اللي بتقوليها دي الله انت ما تعرفش انت هتجننيني ايه اللي ما عرفوش الاستاذ كمال طلبها وهي وافقت استاذ كمال طلبها وهي وافقت زي ما بقولك وما كنتش مصدقني تعال معايا المحل اوريك الجواب اللي استلمته منها جواب مظبوط سابت الوتيل في نفس اليوم طب ما قالتش راحت فين لا ما سابتش اي عنوان والتلغراف اللي بعته راح فين مين اللي استلم الاستاذ كمال السيد كمال ما هي نوال هانم كلمتنا في التليفون وادتنا التعليمات دي طيب اشكرك العفو سمير ايوه فاكرك طبعا سمسم بتاع الشنطه مش كده ازيك يا سمسم نوال نوال في اجازه لسه دي ماده اجازتها شهر لا مش منظور ترجع اليومين دول عنوانها في اسكندريه لا ما نعرفوش طيب استاذ سمير اهلا 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 وسهلا العقد جاهز ايوه يا فندم على طلباتك انا ماليش طلبات مستعد انضم لكم عربيات اهلا من فضلك سافر امبارح وعشان كده بعتلك تيجي النهارده على هذا الاساس ليا اسم اشوف الو مين سمير ما تستغربيش اني ما سافرتش ايوه عرفت دلوقتي انك ما سافرتش امبارح اظن نوال هي اللي قالت لك لو كانت موجوده خليها تكلمني من فضلك نوال
ايوه موجوده، لحظه واحده. الو، اهلا سمير. صباح الخير يا نوال. لا مؤاخذه انا ما كنتش عارف انك راجع من اسكندريه النهارده، والا كنت اجلت سفري عشان اجي ابارك لك. تبارك لي؟ مش واجب عليا؟ مش كنا نعرف بعض؟ ولا خلاص العربيات خلتنا ننسى مخاليق ربنا اللي ماشيين على رجليهم؟ ليه بتحاول تجرحني يا سمير؟ اهي دي الكلمه اللي ما كانش لازم اسمعها منك. كنت منتظره ايه يعني بعد اللي حصل؟ حصل ايه؟ انا ما عدتكش باي حاجه. اديتيني لاكتر من الوعد، اديتيني الامل. مش يمكن تكون غلطان؟ مش يمكن؟ ما تحاوليش تدافع عن نفسك. انا في حاجه واحده بس عايز اعرفها قبل ما اسافر. لو كنت صحيح غلطان، يبقى كلامك عن الامل والمستقبل كان معناه ايه؟ معناها ايه الايام اللي قضيناها سوا؟ الايام اللي قضيناها سوا ليه بتحاول تلاقي لها معنى؟ ليه ما تحاولش تنساها زيي؟ اعتبرها ايام حلوه سرقناها من الزمن ومش هترجع تاني. ايام حلوه، عندك حق. مادام خليتي كمال بيجري وراك لغايه اسكندريه ويركع تحت رجليكي، مش هو ده كان غرضك؟ مش هي دي الحقيقه؟ هقول لك ايه، بس المره دي طلعت حادق صحيح كده. على العموم اشكرك على الايام الحلوه. لو انساك ازاي ينسوني؟
هتوني لو انساك ازاي ينسوني لو كنت وما انساك ايه افتكر تقفلي مفتاح الراديو عشان تنسيه؟ أنا ما بحاولش أنساه، أنا عايزاه هو ينساني. اللي يعرفك يا نوال مش من السهل إنه ينساكي. قد إيه ربنا بيحبني اللي عرفت إنسان زيي. ما تغيريش الموضوع. إحنا بنتكلم على سمير. أنا قريت النهارده في الجرايد إنه راجع مصر اليومين دول. إيه رأيك؟ انت عارف رأيي. يعني مصممة انه يفضل فاكر اللي هو فاكره؟ احسن ما يعرف الحقيقة. لو تفكري كويس تلاقي نفسك ما عملتيش حاجة. هدمتي حبك بخدعة وداويتي الألم بالألم. ايه اللي هعمله؟ الموضوع ده ملوش حل تاني. ده بس بيتهيألك. اعتقادي ده نوع من الأنانية. أنانية؟ ايوه. الأنانية مش بس في ان الانسان يفرح لوحده. الأنانية في انه يحاول انه يتألم لوحده. لكن سمير ما يعرفش، ما يعرفش اني بتألم، ما يعرفش حتى اني بحبه. ده صحيح. انا دايما اسأل نفسي، يا هل ترى ده من حسن حظه انك بتحبيه ولا من سوء حظه انك بتحبيه وهو مش عارف؟ اشتغل شوي. شوف يا مين. صباح الخير يا نوال. صباح الخير يا استاذ عادل، اتفضل. ازاي الحال النهارده؟ الحمد لله. تعرف انا كنت بستنى مجيك بفارغ الصبر. لازم خلصت كل المشاكل اللي تحت ايدك الا مشكله واحده. عقده للدرجه دي؟ مش عارفه، اصلها مشكلتي انا الحقيقة. الدكاترة هم اللي عاملينها مشكلة، مش عارفة ليه دايما بيعشموني. أنا من يوم ما ابتديت العلاج لحد النهاردة ما شفتش أي فرق. ده مش معناه إن الأمل ميؤوس منه.
تعرفي ان في حالات مشابهه لحالتك قدروا يشفوها في سويسرا؟ يا ما نفسي اصدقك، بس ايه اهون بالنسبه لي، اعيش في دنيتي الجديده اللي ابتديت خلاص اتعود عليها، ولا اعيش اخدع نفسي بامل يمكن عمره ما يتحقق؟ افرض السؤال ده جالك في مشكله، تردي تقولي ايه؟ مش عارف، من السهل الواحد ينصح غيره لكن من الصعب ينصح نفسه. انا مش عايزاكم تتعبوا نفسكم من غير نتيجه، خصوصا كمال. الشهاده لله، راجل ولا كل الرجاله، شهم وخدوم وقليل اللي زيه. ما تتصوريش زعل قد ايه لما حسبته على المصاريف اللي عملها، فين وفين لما اقنعته ان صندوق ادخارك عمران والحمد لله. ده ما يمنعش ان جميل وما يتردش. متهيألي انه بيعزك قوي يا نوال. تصور انه يكون بزيني للدرجة دي وانا بفكر في انسان تاني. تسمح يا استاذ؟ صباح الخير يا زهر. مين؟ سمير؟ الحمد لله على السلامة، أهلا وسهلا. الله يسلمك، إزيك؟ الحمد لله. وصلت إمتى؟ النهاردة، قلت أفوت أسلم عليكي وأسأل عن نوال. نوال؟ إزيها؟ الحمد لله بخير. يا ترى متهنية في حياتها الجديدة؟ أيوه مبسوطة أوي. طب بلغيها سلامي وقولي لها اني بتمنى لها كل سعاده. يوصلي. عقبالك يا زهر. عقبالي؟ ايوه ده انت ما تعرفش، مش تبارك لي؟ على ايه؟ مش انا وممدوح اتجوزنا؟ الف مبروك. امتى؟ من كام يوم. ممدوح، السفر خلاص اتحدد يوم الخميس. ايوه كمان عندي وداني التذاكر. نوال طبعا موافقه ومسافره معانا. ايوه. يعني في سويسرا هيعملوا ايه اكتر من اللي عملوه الدكاتره هنا؟ اظن الدكتور عزمي فهمك بما فيه كفايه يا نوال. لحد امتى هتفضلي خايفه من الامل؟ انت اللي بتنصحي الناس وتحلي لهم مشاكلهم، عايزه اللي يحل لك مشكلتك؟ عندك حق. امال فين زهره وممدوح؟ زمانهم في السكه، على ما يجوا هقوم انا اخلص الجمرك. عن اذنك. جرسون. افندم. واحد سكر زياده من فضلك. حق. خليهم اتنين من فضلك. حق. سمير. صباح الخير يا نوال. صباح النور. انت بتعمل ايه هنا؟ انا هنا صدفه. جيت اودع انسان عزيز عليا وانا ماشي لمحتك من بعيد. تسمحي لي اشرب قهوتي معاك يا ترى؟ هقول لك ايه بس ما انت طلبتها. اوعدك ما اقعدش لحظه واحده بعد ما اشربها. إذا كان كده اتفضل. أنا شفت الأستاذ كمال وهو خارج من هنا وفاهم طبعا إنك مش عايزة يرجع يلاقينا سوا. طول عمرك حدق. طول عمري افتكر نفسي حدق. تصور إني ابتديت أغير رأيي في روحي. مش معقول. ما تبقاش سمسم اللي عرفته. سمسم اللي عرفتيه خلاص ما بقالوش وجود. سمسم اللي عرفتيه قضى عمره يدور على صورة في خياله ولما لقاها ضاعت منه. يمكن اسمته ما جاتش لسه. مسيره في يوم يلاقي بنت الحلال اللي صحيح تسعده. مش هتولع الا بالكبريت. فاكره يا نوال لما قلتيلي اننا مهما بعدنا عن بعض مسيرنا نتقابل صدفه؟ انا قلت كده؟ ايوه، وانا مش ناسي وما كنتش مصدق هقابلك امتى عشان اعتذرلك
واطلب منك تسامحيني. سامحك على ايه؟ على الكلام اللي قلته لك قبل ما اسافر. تهورت من غير داعي، كنت حاسس ان كرامتي انجرحت وما كنتش فاهم. ايه اللي ما كنتش فاهم؟ ما كنتش فاهم قد ايه انا مديولك، مديولك بكل حاجه. كفايه ان من يوم ما عرفتك اكتشفت ان ليا قلب، قلب في امكانه يحب، لانه حب فعلا. حبيتك كنت جنبي وحبيتك كنت بعيد عني، وحفضل طول عمري احبك. بس دلوقتي لازم تنساني يا سمير. انساك ازاي وقلبي معايا؟ ما خبيش عليكي، في وقت من الاوقات افتكرت اني هقدر انساكي، في دي كمان طلعت غلطان. سمير احنا هنفترق بعد لحظه، ويهمني نفترق اصحاب. اوعدني تنسى كل اللي قلتهولي، وتعتبر كل اللي كان بينا صداقه مش اكتر. انا عمري ما قلت لك اني بحبك. ده صحيح، لكن ما اعرفش ليه في وقت من الاوقات اتهيالي انك بتحبيني قد ما بحبك. يمكن عشان لما كنا في اسكندريه فتحتي لي قلبك وفتحت لك قلبي، قمت قلت لنفسي الحب يغير قلبين عطفوا على بعض. الحب يغير اني احكي لك وتشكي لي. الحب يغير سعاده والم مقسومين على اتنين. الحب يغير كده يا نوال. تمير، انت وعدتني واحنا خلاص شربنا قهوتنا سوا. صحيح لازم امشي، بس يا ريت قبله اعرف ايه معنى الصدفه اللي جمعتنا. لو كان لها اي معنى ما كانوا سموها صدفه. ارجوك تمشي يا سمير، انا حدايلك من قلبي تلاقي الحب الحقيقي مش الصدف اللي زي قلتها. يعني هتفضلي فاكراني؟ ايوه، قصدي مش على طول، بين وقت والتاني. اوعدك بين وقت والتاني هفتكرك وانا بسأل نفسي، يا ترى لسه بيدور؟ يا ترى لقى بنت الحلال؟ يا ترى حلوه؟ اللي بيقول لنفسك انه لقى بنت الحلال، ومش بس حلوه، دي احلى انسانه في دنيته. اشوف وشك بخير يا نوال. الوداع يا سمير. الوداع كلمه ما احبهاش، حتى لو كنا مش هنتقابل تاني. اشوف وشك بخير. خبيت عليا يا نوال؟ ليه عملت كده؟ مين اللي قالك؟ كمال هو اللي قال على كل حاجة، وإن كان فينا واحد لازم يتألم ليه تكوني أنتي؟ عشان بحبك. وأنا كمان يا نوال، ما أقدرش أعيش من غيرك. الحب اللي خلاني أعرف طريقي في الحياة هو اللي هيخليك تخفي.